السلام عليكم، معكم الشيف مصطفى من مطبخ الأكلات العراقية. اليوم حبيت أقدم لكم نصائح مطبخية، وهاي النصيحة مهمة جدا لتجفيف البامية، يعني شلون نحتفظ بها بالفريزر وما تنمرض وتبقى خضرة يعني كاملة الحباية مالتها. نبدأ العملية بهالصورة. يعني أولا من نقلم البامية لازم ما نثقبها، يعني بهالصورة مثل ما تشوفون، بس أقطع الفوق بصورة دائرية وما أخليها تنثقب، لأن هاي المادة الغذائية اللي بداخلها راح تروح من نغسلها وطعمها يتغير من نغسلها وتطلع منها المادة المخاطية اللي بداخلها، فلازم نقطعها بهالصورة. وطبعا يجوز تستغربون من هذا الكلام اللي دا أقوله أنا، بس من راح تجربوا راح تشوفون إيش قد راح تكون طيبة البامية وراح تبقى عدلة ما تخرب حتى لو تجمد. إحنا ما عندنا بامية هنا، يعني جابوا لي اياها من تركيا نص كيلو هدية يعني، وحبيت اشوفكم شلون انا راح اجففها، بس بصراحة انا ما جففتها، احنا اكلناها بس شوفتكم شلون راح اجففها يعني الطريقة مالتها. فهنا مثل ما تشوفون كملت كل القطع، وهنا عندي مي ساخن ضفت البامية مباشرة الها، وراح اتركها على النار لمدة 5 دقائق بس مو اكثر، لان انا ما اريدها تنمرد مثل ما قلت لكم. بدت تغلي بهاي ال5 دقائق وشلتها مباشره، وشوف شلون يعني ما ممروده، ضغطت عليها بعدها بها شويه قوه مباشره، خليتها بمي مثلج، لازم يكون المي بارد حيل ومثلج، واذا عندكم كميات كبيره تجففوها لازم تغيرون المي من يصير حار، وتحضرون ثلج يمكم بكميه زينه يعني مناسبه حتى تبرد كل البامية اللي محضرها احنا. هسه انا هذا الماء راح اتخلص منه اللي سلقت بيه، وهاي البامية تركتها الى ان بردت، اتأكدت انه بردت صفيتها. وهنا من اريد اجففها يعني اخليها بالفريزر، افرشها على نايلون بصينية واخليها بالفريزر الى ان تجمد، وبعدين اعبيها باكياس محكمة واتركها لمدة حتى لو سنة ما راح تخرب، راح تبقى متماسكة وما ممرودة، ومن نطبخها تكون طعمها طيب. جربوها وإن شاء الله تعجبكم، وألف عافية، ولا تنسون تسووا لايك للفيديو إذا عجبكم، وتنشرون الفيديو بين أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشتركون بالقناة إذا ما مشتركين، وتفعلون الجرس اللي بجانب الاشتراك حتى يوصلكم كل جديد من مطبخ الأكلات العراقية.